السلام عليكم، وياكم دكتور عمر الدليمي من عيادات أوركايدا. اليوم حاب أحكي لكم عن موضوع جدا مهم اللي هو ابتسامة هوليوود. بالنسبة لابتسامة هوليوود عندنا طريقين، الطريق الأول اللي هو الاندايركت فينير والطريق الثاني الدايركت فينير. بالنسبة للاندايركت فينير اللي هو عبارة عن برد للسطح الخارجي للسن، هذا يحتاج مختبرات صناعة الأسنان ويتم تصنيعها، وهاي الطريقة طبعا تكون أفضل وتبقى ويانا مدى العمر. بالنسبة للطريق الثاني اللي هو الدايركت فينير اللي هو عبارة عن حشوات لصق على السطح الخارجي للسن، هاي الطريقة بها عدة مشاكل. المشكلة الأولى أنه تنطينا حجم زايد للسن، المشكلة الثانية تسبب لنا روائح بالفم، المشكلة الثالثة تصبه، والمشكلة الرابعة أنه ممكن توقع يعني بأي لحظة. اليوم خلصت فقرتنا الطبية وياكم، انتظرونا في فقرات قادمة.